أدانت فرنسا مجددا وبأشد العبارات الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل وجود قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ التدابير اللازمة ودون أي تأخير وفقا لمسؤولياتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية. كما شددت الخارجية الفرنسية على أهمية أن يلعب المجتمع الدولي دورا لوقف هذا العنف الذي يقوض فرص السلام.